هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة مالي لتحج أو تعتمر؟ لا، لا يجوز أن تعطيها من زكاة مالك على رأي الجمهور. على رأي الجمهور لا يجوز لك ذلك. بعض الحنابلة يجوزون ذلك، بعض الحنابلة يجوزون ذلك، لكن الأظهر لي عدم الجواز، استدلالهم بحديث أن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة، وبأن النبي قال الحج في سبيل الله. لكن هذه الحديث الأخير ليس من القوة بمكان كريم، يعني قابل للتضعيف والتصحيح. ومجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة على إبل الصدقة ليس هذا بكاف لإعطاء الناس زكاة المال ليحجون بها. نعم، ممكن المساعدة الخفيفة لا بأس.